والآن إلى أبرز ما جاء في بعض الصحف لليوم، وأبدأ من صحيفة الشرق الأوسط حيث كتب محمد شقير طبخة عون الحكومية الأولوية لتأليفها قبل تكليف رئيسها. يفترض أن تحال حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على التقاعد وتتحول تلقائيا إلى حكومة تصريف أعمال مع إجراء الانتخابات النيابية غدا الأحد وانتهاء ولاية البرلمان الحالي في 21 من أيار المقبل، وإنجاز مراسم وداعها في جلسة لمجلس الوزراء تعقد الخميس المقبل، ما يفتح الباب أمام السؤال عن الخطوة السياسية التي تلي انعقادها والمتعلقة بدعوة الرئيس ميشيل عون النواب لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة العتيدة. فرئيس الجمهورية لا يملك الخيار الذي يتيح له الالتفاف على توجيه الدعوة لإجراء الاستشارات النيابية، لأنه سيدخل في مواجهة مع البرلمان المنتخب تؤدي إلى حشره في الزاوية، ولن يكون في وسعه أن يبتدع الذرائع لتبرير تريثه بعدم الدعوة بصرف النظر عن ميزان القوى الذي سينبثق عن الانتخابات التي يمكن أن تحمل مفاجآت قد لا تبدل من حصول محور الممانعة بقيادة حزب الله، كما تقول مصادره على أكثرية نيابية مريحة في ضوء ما يتردد بأن الحزب يتمتع بفائض القوى الذي يسمح له بتعويم حليفه التيار الوطني الحر بمنحه هبة نيابية هي كناية عن عدد من المقاعد في الدوائر الانتخابية حيث الغلبة للصوت الشائي. يبدو أن المعارضة المنبثقة عن الانتخابات أكانت تقليدية أو تغييرية، إضافة إلى تلك المتمثلة بتيار المستقبل بعد عزوف زعيمه الرئيس سعد الحريري عن خوض الانتخابات، لن تتصرف منذ الآن على أنها ستتناغم مع دعوة نصر الله لتشكيل حكومة سياسية بغياب حد أدنى من التفاهم حول أبرز النقاط التي تبقي الاشتباك مفتوحا، إضافة إلى أنها ليست في وارد تعويم العهد القوي مع اقتراب انتهاء ولايته. كما أن إحجام المعارضة أو غالبيتها كما تقول مصادر عن الدخول في شراكة في حكومة يمكن أن يطغى عليها اللون الواحد سيدفع بالأكثرية النيابية للبحث عن خيارات بديلة تتجاوز أبسط الحلول بالإبقاء على حكومة تصريف الأعمال على نطاق ضيق. إن عون سيدعو لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، لكنه سيحتفظ لنفسه بالإفراج عن تشكيل الحكومة ما لم تأتي التركيبة كما يريدها باسيل، وإن كان فريقه السياسي يفضل التريث ريثما يتمكن من ربط التكليف بعملية التأليف لئلا يتهم بأنه يقدم التفاهم على التركيبة الوزارية قبل شروع عون بتحديد موعد للاستشارات. فعون بدعوته لإجراء الاستشارات يكون قد تفادى الإحراج محليا ودوليا ليطلق لاحقا يد بسيل لزرع العبوات التي تعيق ولادة الحكومة ما لم تكن له اليد الطولة بتسمية الوزراء المسيحيين، بذريعة أن المعارضة المسيحية لن تشارك فيها، وإلا يبقى الخيار الوحيد التمديد لحكومة تصريف أعمل. والآن إلى النهار وماذا كتب سمير تويني. لا تبدلات كبرى بعد الانتخابات النيابية ولبنان لا يستقطب الاهتمام الخارجي. ترى مصادر متابعة للملف اللبناني أن المرحلة المقبلة مهمة ومفصلية، فتشكيل حكومة يطالب المجتمع الدولي بتأليفها على جناح السرعة مهددا بعقوبات في حال المماطلة، ضروري وملح للغاية لأن البلد لم يعد يتحمل الاستمرار في التعطيل. وتنوه المصادر بأن الأقلية في المجلس وخصوصا النواب السياديين سيرفضون المشاركة في حكومة يفصلها حزب الله على قياسه وقياس حلفائه، والأطراف المسيحيون الآخرون على مسافة أشهر من الانتخابات الرئاسية سيرفضون المشاركة في تحكم الفريق الرئاسي باختيار الوزراء المسيحيين، لأن هذه الحكومة ستؤدي دورا مهما قبل الانتخابات الرئاسية ودورا أكبر في حال تعطيل هذه الانتخابات بسبب عدم التوافق الداخلي والخارجي على اسم الرئيس المقبل، الأمر الذي يهدد بالوقوع مرة جديدة في فراغ مؤسساتي رئاسي قد يمتد أشهرا كثيرة. تشير المصادر إلى أن الأكثرية المنبثقة من الانتخابات هذه المرة لن تتوافق فيما بينها لتسلم مقاليد الحكم، لأن في داخلها تيارات سياسية متناقضة، وتسلط حزب الله على الحكومة لن يؤدي إلى الإصلاح، إذ إن مواقفه معلنة بوضوح من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وخطة التعافي والشفافية والاستراتيجية الدفاعية إلى ما هنالك، كما أن دوره داخل حكومة اللبنان
اللون الواحد سيقود الحصول على المساعدات الضرورية التي يحتاج إليها لبنان لعدم الوقوع في المحظور. وثمة مخاوف كبيرة من تطورات سلبية للأمن الاجتماعي قد تؤدي إلى فلتان يهدد السلم في البلاد. وتؤكد المصادر أن العديد من الدول الغربية والعربية التي تعول على مساعدة لبنان ماليا لتخطي أزمة الاقتصادية والاجتماعية غير مستعدة لأن تقدم إليه سوى المساعدات الإنسانية في ظل حكومة يشكل حزب الله وحلفائه العمود الفقري في تركيبتها. ويلاحظ أن ما ستفرزه الانتخابات النيابية في لبنان غدا الأحد لن يتخطى النطاق المحلي، فالدول المتابعة للملف اللبناني رصدت نتائج الانتخابات قبل انتهائها، وهي بدأت تعمل على تسهيل مسار تشكيل حكومة جديدة وتساهم في إزالة التعقيدات خوفا من الانتظار الطويل القاتل ووجوب الاستمرار بحكومة تصريف أعمال حتى انتهاء عهد الرئيس ميشيل عون وانتخاب رئيس جديد. والآن إلى الجمهورية، وماذا كتبت رنا سعارتي؟ مصرف لبنان يقترح تسديد أموال المصارف بالليرة. يبدو أن المعركة ستفتح على مصراعيها بين جمعية المصارف ومصرف لبنان، وستبدأ الدعاوى القضائية تتوالى بين الطرفين بدءا من رفض المصارف لخطة التعافي الاقتصادي التي حملتها الجزء الأكبر من الخسائر المالية، وصولا إلى الكتاب الأخير المرسل من قبل مصرف لبنان إلى جمعية المصارف، والذي يطرح خيار تسديد موجودات المصارف المودعة بالدولار لدى طبعا المودعة بالدولار لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع يفيدنا بها الباحث في الاقتصاد السياسي والاجتماعي دكتور طالب سعد. صباح الخير دكتور سعد. صباح النور، أهلا وسهلا. خلينا نبدأ بالكتاب الأخير المرسل من قبل مصرف لبنان إلى جمعية المصارف، هو يطرح خيار تسديد موجودات المصارف المودعة بالدولار طبعا لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية. إذا فيك تشرح لنا قراء هذا الكتاب، تبعات هذا الاقتراح وهذا الكتاب. طبعا بطبيعة الأمر هذا القرار أو هذا الكتاب اللي استلمته جمعية الصناعيين عمل إرباك حتى بالسوق المالي والسوق يعني عند الناس كلها. المصرف المركزي عم نشوف كل سياسته اللي هو طبعا المتروك لوحده لمعالجة الأزمة الاقتصادية اللي صار لها سنتين ونص، ما حدا قرب عليها بأي خطوة، لا بإصلاح مالي ولا بأي خطة اقتصادية حقيقية بنت عليها الموازنة أي قرارات، ولكن متروك القصة لتعاميم. وهذا آخر الرسائل اللي وداها البنك المركزي ليقول أنه بالنسبة للاحتياطات الالتزامية الموجودة داخل المصرف المركزي له الحق في تسديدها بالعملة اللبنانية. وهذا هون عم يتصلح هو بالقانون يعني تبع قانون النقد والتسليف، إلا أنه في مشكلة كتير كبيرة. هذا يعتبر ضربة للقطاع المصرفي ولكل الثقة اللي كانت ممكن أنها تبنى عليها، لان طبعا هو عم يتسلح بالماده 70 لقانون النقد والتسليف ليحافظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي وسلامه الوضع المالي بالبلد، علما انه بالحقيقه ما في شيء منه، فنحن لا عندنا استقرار لا اقتصادي ولا مالي ولا نقدي. وهذا الحقيقه هون عم نشوف انه قرار بهدد ومقلق وغير مطمئن لكل اصحاب الاموال ورؤوس الاموال داخل المصارف. أنا كنت بتمنى إنه لازم بقى يعني عم شوف أنا في تسارع لقرارات ما بين حكومية وبين مصرفية، لقرارات عم يتسابقوا فيها مع زمن الانتخابات ليمرقوا يعني يغطوا أمورهم وكأنه بيظل هالمنظومة الحاكمة حاليا قبل ما يحصل أي تغير ويكونوا خلصوا اللي بدهم يخلصوه، لأنه خطة التعافي اللي عم يحكوا عنها أنا ما شفت شيء بالاقتصاد ولا أي بند لهلا بيقدر ينقذ الاقتصاد الوطني اللي هو الوحيد اللي قادر ينقذ الوضع المالي. يعني انقاذ الوضع المالي عبر التعاميم والقرارات لهلا ما شفنا الا انهيار بالليره، يعني صرنا على عتبه 30,000 والامر متروك تماما، يعني احنا بعد ما ارتطمنا بشيء لنعرف والله انه على اي سعر صرف رح نجي ونستقر. وبالتالي قصه تسديد الودائع اللي ذكرها حاكم مصرف لبنان بهذا الكتاب متروكه حتى لسعر صرف مش محدد. نعم استاذ طالب، هيدا اللي كنت كمان بدي اسالك عنه، انه الكتاب ترك المجال مفتوح امام تحديد سعر الصرف. طب انه على اي اساس راح يكون تحديد سعر الصرف؟ مش معقول 1005 لانه مش منطق.
اكيد مش 1005 ومتروك، يعني اذا يعني حسب ما مكتوب تماما التسديد بالليره اللبنانيه وفقا لسعر صرف الليره، يعني لا حددوا لا على صيرفه ولا حددوا على السعر الموازي ولا حددوا على اي من انواع، يعني لا التعميم 158 ولا 51 ولا سعر صيرفه، متروك الموضوع، خاصه انه نحن ست لارا نحن ما نعمل اي تهدئه للليره ولا يعني التضخم لا زال فلتان، وانا بدي استغل فرصه انه اليوم لازم نستفيد او نسعى، خاصه اذا راح لمجلس نيابي جديد اليوم، اهم قرار يجب ان يكون كلياتنا بدنا اياه هو رفع السريه المصرفيه عن كل اصحاب هالودائع لحتى نقدر نكشف مين اللي هدر هذه الاموال وكيف تم تهريبها، وهيدي الفجوه يعني لازم يصير في محاسبه، ما فينا بقى نتغطى بقانون سريه مصرفيه عمره 50 60 سنه كنا نتغنى فيه بهداك الزمن، اليوم كل دول العالم عم تطلع منه، بسويسرا ما بقى في سريه مصرفيه، وبكثير من الدول الماليه عالميا طلعوا من هذا الموضوع. نحن بعدنا متسلحين فيه لحتى ما نعرف مين اللي عم بيستعمل هالسياسه النقديه والماليه ويتلقى بامور وجرائم ماليه بشكل مخفي يعني. كمان في موضوع ثاني يجب طرحه هلا يلي هو مساله الاثراء غير المشروع. لانه هيدا القانون يلي بيقدر يخلينا نعرف يعني ربط ما بين رفع السريه المصرفيه والاثراء غير المشروع لنقدر نعمل لينك لهالاموال يلي عم تضيع بقطاع ما بقى واضح انه انهار، كنا نتغنى بانه اهم قطاع عندنا اياه بلبنان القطاع المصرفي تم ضربه بشكل كامل، وكل القرارات اللي عم تجي عم تزيد من فجوه عدم الثقه، هذا القطاع ما بيبني الا الثقه. يعني فنحن لا ثقه ولا اقتصاد، تضخم مفرط، صرنا بهايبر انفليشن مع ركود اقتصادي ما حدا عارف لهلا لوين او شو حدوده يعني. نعم استاذ طالب، هناك مصادر ماليه للجمهوريه اكدت انه كل ما يروج له من سيناريوهات عن الوضع المالي والنقدي بعد الانتخابات هي مجرد تهويلات من قبل مافيات لبلبله واثاره الشائعات في البلد، هل برايك هناك طريقه ما او باب سيفتح بعد الانتخابات من اجل تصليح الوضع النقدي والمالي في لبنان؟ بتعرفي هذا يعني نحن عم يصير في مزيج ما بين حكي شعبي، حكي صحافي، وحكي اقتصادي وخبراء والى اخره، ولكن خليني احكي علم انا. اليوم ازمه لبنان هي اكبر ازمه شهدها النظام المالي والاقتصادي بتاريخه. فاذا اصبح عندنا فجوه عميقه، جذور عميقه، كنا بالاول نلجا للديون سادر باريس واحد اثنين ثلاثه وبنعمل عمليات سواب هندسات ماليه منجيب من هون منحط هونيك، كنا نرقع لانه كانت القصه غير مكشوفه للراي العام ولا حتى للناس، بس لما توقع الازمه الاقتصاديه والماليه انكشف فراغ كثير كبير موجود او على بنيه هشه جدا لقوائم وقواعد اقتصاديه. من هون نحن فعليا الحكي انه والله لا هيدا تهويل ولا مش تهويل، علميا نحن ما قدمنا للمجتمع اللبناني ولا الاقتصاد الوطني اي قرار واحد يقدر يهدي من هذا الانهيار، واللي عم بيراهن على انه والله بنعمل تسويات بيقول لك غاز من البحر ويقول لك بنعمل علاقات بكره بيجوا الدول بكبوا لنا مصاري، هذه نظريه تافهه ببناء اقتصاد قوي وسليم. خلصنا بقى من الشحاده، لازم نطلع منها، يعني لازم الازمه تعلمنا بقى كيف نقدر نوقف على اجرينا ونرجع نبني اقتصاد. طعوا لعنا واعطونا مصاري ودينونا وبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يعني اهم ما بهيدي الامور هو رسمه اصلاحات لابد بقى منها، يعني مش معقول حجم قطاع عام منتفخ بهالقد من قله الانتاجيه، وبتعرفي كيف تم حشوه قبل الانتخابات الماضيه وقبل كل انتخابات، والمفارعه يعني هلا مضوا وقع رئيس جمهوريه ووزير الماليه على يعني سلفة تحسين وضع معيشي قبل الانتخابات، عم نضل نلجأ لإجراءات يعني وهمية فيها من الرشوة الانتخابية شاء من شاء وأبى من أبى.
اليوم المستثمر اللبناني بيطلعوا لي قرارات، وهذا يعني لاحظناه بالموازنه، يعني الموازنه للاسف هلا مش موضوعنا، بس هي مش مبنيه ابدا على اي خطه اقتصاديه، مبنيه بس على شويه اوراق ماليه جربوا انه يقدموا له للاي ام اف، انه تفضل شوف نحن عم نعمل الهوم ورك تبعنا مشان يعطونا 3 4 مليار، ما بيوصل 4 مليار، يعني نحن اصلا معنا اياهم، نحن كان عندنا احتياطي كنا بال 25 وزدنا لل 20 وزدنا لل 14 وهلا نحن تحت ال 10 مليار، هيدا الاحتياطي اللي حرقناه واللي هي اموال مودعين بالاساس، يعني انا ما بحب ميز لانه شو احتياطي، ما هيدي ماخوذه من المصارف اللي هي من ودائع الناس، وهو صار في سوء امانه من المصارف اللي هي خدعت العالم صراحه بانه اوهمتها بانه انت جيبوا مصاري وجيبوا جيبوا جيبوا، ورفعت الفوائد بشكل كثير خطير. هلا الخبير واللي بيعرف انه دائما هاي انترست يعني هاي ريسك، اما المودع ما بيعرف واللي ما عم بيقوي الاقتصاد بيوجه ابوينه نحو الاستثمار، قال لك انا بحطهم بفوائد مرتفعه، ضربوا لهذا القطاع وقال له جيبوا جيبوا جيبوا، وراح وظفتهم المصارف لدى المصرف المركزي بفوائد مغريه جدا، صارت اعلى من سعر السوق الاستثماري، بدور المصرف المركزي كان عم بدين الدوله الفاسده المنظومه يلي هدرت المال بقطاع الكهرباء، يلي نحن لو من سنتين لليوم بلشنا ب 500 مليون دولار كنا بلشنا نقدر نبني شركات كهرباء بدل ما نعيش على المولدات، هدرت المال تبع ودائع الناس بحفر جوره ومره ثانيه بيحفروها ويعني امور ما شفنا منها اي اصلاح، ومن هون نحن ما بشوف انا لهلا اي اصلاح حقيقي يقدر يرجع يبني الاقتصاد، وبالتالي التهويل لو انه انا ما بدي اكون نيجاتيف بس قراءه واقعيه للاقتصاد ما شفنا اي شيء بيشجع الباحث في الاقتصاد السياسي والاجتماعي دكتور طالب سعد، شكرا جزيلا لك.